تخيل معايا الطوط تمشي للخدمه تطيب القهوه ديالك في الصباح وتكب القهوه عليك في حوايج وتهود الجهه ديال الطوموبيل تلقى الرواد ديالها مشوشي وتبغى تشد شي تاكسي وما تلقاهاش ديك الصباح. فهاد اللحظه يقدر ينتابك شعور ديال الياس وتحس براسك بحال انت راك في ساعه من الجحيم، ولكن ممكن تقول بانه كاين امل بانني نلقى شي حاجه، بانني نحسن الوضعيه ديالي وانني نكون احسن مما انا فيه الان. انا غنذكر واحد التصور ديال الفلسفه الرواقيه، كل انسان باش يقدر يستمر ويواجه الصعوبات ديال الحياه تحاول يرسم واحد الامل، واحد المجموعه ديال الطموحات. لكن واش ممكن يكون هذا الامل هو السبب ديال الدمار ديال الشخصيه ديالنا، وانه يسبب لنا كثير من المشاكل في الحياه ديالنا، لان كثير مما نامله قد لا نحققه. على سبيل المثال، يقدر شي واحد يكون يامل انه يعيش الحياه السعيده، انه يكون عنده فلوس، وانه يعيش مرتاح، وانه يعيش مع العائله، انه او انه، ولكن ممكن بزاف ديال الاشياء اللي كان يامل بها ما يحققهاش. وهذا هو اللي خلى الفلسفه الرواقيه منذ القديم انها تكره الامل وتعتبر من أسوأ المشاعر الانسانيه تدمر الحياه الانسان. تقول بالمقابل بانه خصنا نتخيلوا أسوأ ما يمكن يوقع لنا في الحياه ديالنا وأسوأ ما يمكن نعيشوه ونعيشوا بسلام واستقرار. علاش؟ لان تتامن بانه كاين حياه وحده وكاين موت وحده. وهذه المدرسه هذه تاسست على يد الفيلسوف اليوناني زينون القبرصي اللي كان وقع له واحد الافلاس بسبب الغرق ديال السفينه اللي كانت تهز الاموال ديالو والتجاره ديالو في البحر في 300 قبل الميلاد. وبعدها قرر انه يبدل التوجه ديالو من التجاره للفكر ويدرس شويه الاسباب اللي تخلي الناس يعيشوا السعاده وناس اخرين يعيشوا التعاسه. علاش؟ لانه حس بانه مفقد ديك الفلوس حس بواحد التعاسه كبيره بسبب ارتباط ديالو بالاشياء الخارجيه. وكان هو المؤسس الاول ديال الفلسفه الرواقيه نسبه للاروقه اللي كانت في المدينه اللي كانت يجلسون تحت منا وتبداو ينا. وهذه الفلسفه هذه تقوم على اربعه ديال المبادئ الاساسيه. المبدا الاول هو الحكمه العمليه، تقول بان اي معرفه خصنا نتعلموها خصها تعطينا واحد القدره على اننا نحلوا المشاكل ديالنا بواحد الهدوء واننا نوصلوا واحد النتيجه عمليه اللي تكون مرضيه وتكون مريحه. ثم ثانيا ضبط النفس والاعتدال في جميع مناحي الحياه. تعرفوا انه من الاشياء المهمه في الفلسفه القديمه هي فكره الاعتدال. مثلا يقول ان الشجاعه على سبيل المثال هي وسط بين رذيلتين هما الجبن والتهور. فالشجاع هو ليس جبان وليس متهور. فلهذا تشوفوا بانه من اهم الاشياء اللي ممكن تخلي الانسان يعيش حياه بسيطه وسعيده ويضبط النفس ديالو ويعتدل في كل الاشياء. ثم ثالثا العداله، اللي تعني انه كل انسان خص يعدل مع نفسه ويعامل الناس بالمثل، لانه كما تحب ان يعاملك الناس يجب ان تعامل الناس. ثم المبدا الرابع اللي هو مهم جدا وهو الشجاعه. والشجاعه ما تكونش عند الناس اللي تكونوا في مواجهه الاعداء في الحروب، الشجاعه في ابسط الاشياء ديالها في مواجهه صعوبات الحياه ديالنا اليوميه، والشجاعه الصبر، والشجاعه في ضبط النفس، والشجاعه في جميع السلوكيات ديالنا اليوميه. لان الشجاعه من الشيم ديال العظماء والشيم ديال الفلاسفه والحكماء. وكيف ما قال احد الرواقيين اللي هو الفيلسوف سينيكا، في بعض الاحيان حتى العيش نفسه هو عمل شجاع. وهنا كاين واحد القصه تقول بان الصديق ديال سينيكا كان وقع له شي مشكل ورسل له واحد الرساله وقال له بانه خائف واحد الدعوه قضائيه. فاجابه سينيكا بشكل جميل جدا بقوله: هل يمكن ان يحدث لك شيء اخطر من ارسالك الى المنفى او السجن؟ قد تتوقع ان اخبرك ان لا صحه لمخاوفك لكنني لن افعل. وقد تتوقع أن أطلب منك أن تنفض خوفك وتتخيل الأجمل ولن أفعل، ولكنني سأقودك إلى راحة البال وأقول لك: لا تخشى المنفى واعتبره مكان ولادتي، لا تخشى الفقر وقل لست إلا واحدا منك، لا تخشى القيد واسأل نفسك هل أنت حر أم أنك حتى في جسدك مسجون أسير. بهذا الكلام تنفهم بأن سينيكا توضح لنا واحد الفلسفة خطيرة، وأن الحياة كلها لا تستحق أن نتخوف منها، بل يجب أن نعيشها بأجمل ما فيها، وأن لا نقلق من الأشياء التي نفقدها، لأنه إذا قلقنا من هذه الأشياء فلن نستطيع أن نحصل الراحة أو نحصل الاستقرار. ومن جهة أخرى كاين أحد الكتاب العظام في الفلسفة الرواقية اللي هو ماركوس أوريليوس، الذي كتب كتابا جميلا وهو كتاب التأملات. وكان هذا الكتاب من أجمل الكتب اللي تتكلم على ضبط النفس وعلى الهدوء وعلى الفضيلة وعلى كيفاش نتحكموا في الأنفس ديالنا ونحسنوها ونجودوها. لأن الفلسفة الرواقية تدعو إلى أن نعيش في سلام داخلي مع أنفسنا
وأن نتقبل الأشياء التي خارج الإرادة ديالنا. وتقول بأنه ليس كل ما نفعله هو نتيجة قراراتنا، بل هناك أشياء قدرية ما تعلمش بالأديان، ولكن تتكلم على القدر بمعناه الوجودي، أنك ليس كل ما تفعله فأنت الذي اخترته، بل هناك أشياء نحن لا نختارها ويجب أن نتقبلها كما هي. أهم المبادئ الرواقية كما هو الشأن في كتاب التأملات أنه هناك مبدأ الواحدية، أن كل شيء واحد، أن الطبيعة والرب والقدر وكل شيء يوجد في بعد واحد. وتشوف الرواقيين بأنه الكون محكوم بالحتمية، بأن كل شيء مقدر كما قلنا سلفا، وأنه ليس لدينا أي سلطان على هذه الأشياء المقدرة سلفا، إلا شيء واحد وهو القوة الذهنية. كما يقولون سلطانك على عقلك لا على الأحداث الخارجية، أدرك هذا وستجد القوة. هنا تبان بأنه إذا ما قدرناش نتحكم في القدر ديالنا، نقدروا نتحكم في الفهم ديالنا للقدر، أي أننا نتحكم في الفهم ديالنا الأشياء تنمر منا. نقدر مثلا نكون مريض واحد المرض، ولكن يمكن لي نغير النظرة ديالي للمرض، أن المرض يقدر يكون شي حاجة ليه مزيانة، أنها تتغيرني، أنها تتبدل النظرة ديالي للأشياء، أنها تساعدني نفهم الناس المرضى كيفاش يفكروا، وغيرها من التصورات الأخرى. يقول أيضا بأن أفكارنا تسيطر على حياتنا، يعني أن الطريقة التي نفكر فيها تجاه الأشياء هي التي تخلق لنا إما حالة الاضطراب وحالة القلق والخوف، وإما حالة الاستقرار والأمن والراحة النفسية. وكما قال ماركوس، تعتمد سعادة حياتك على نوعية أفكار. وهذا الكلام هو الذي يحاول يقوله كثير من الناس ديال التنمية الذاتية وهو تطوير الذات، أنهم عادوا إلى الكثير من الكتابات الفلسفية القديمة، خصوصا الفلسفة الأبيقورية والفلسفة الرواقية التي رأيناها اليوم، ويقولون بأن قوة التي يمكن أن نسيطر بها على الكون هي تحكمنا في أفكارنا تجاه ما يحدث لنا من وقائع ومن أحداث، بمعنى أنه ما نقدرش نسيطر على العالم الخارجي، ولكن يمكن لي نسيطر على الأفكار ديالي تجاه العالم الخارجي. إذن هذه هي بعض الأفكار ديال الفلسفة الرواقية التي تقول بأنه يجب علينا أن نتعامل مع الوضع الذي نعيش فيه ومع الظروف بنوع من الإنسيابية، وأن لا نسخط على الظروف كيفما كان نوعها وشكلها. طبعا هذه الفلسفة هذه ما نقدرش ناخذوها بالمعنى ديالها السياسي، يعني أنه تقولنا أننا ما نديروا والو تجاه وضع السياسي، إنما هي تتركز على البعد الفردي، يعني ما ناخذوهاش من البعد ديال السوسيولوجي، ولكن ناخذوها كأفكار ذات طابع وجودي فلسفي، تتحاول تعطينا واحد الأبعاد إنسانية كيفاش نتعاملوا مع الظروف الصعبة ديال الحياة. إذا شنو بالكم نتوما إذا كانت هذه هي الرواقية؟ نتوما شنو رأيكم في هذا الموضوع هذا؟ واش عندكم شي ملاحظات على هذه الفلسفة؟ وشكون فيكم قرا شي كتاب أو شي فكرة على الفلسفة الرواقية؟ بارطاجيوها معنا في التعليقات، ونتمنى ان هذا الفيديو كان في المستوى وينال الاعجاب ديالكم. ولا عندكم شي اسئله ولا شي ملاحظات خليوها لنا في التعليقات. ولا كنتي باقي حتى لهاد الساعه راه عجبك الفيديو، ما تنساش دير واحد جيم، تبارطاجي هذا الفيديو مع اصدقاء باش تعمل سعيد للجميع، وتبارك الله عليكم.